والآن نتحول معكم لنتابع أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة وتفاصيل مع الزميل محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا إلهام وشكرا ليلى، وتابعونا معي أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 80 مليون دولار خلال الأحد عشر الأولى من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 76%، كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14%. قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنها تركز في مشروعاتها سواء تطوير الموانئ أو المناطق الصناعية أو الإنشاءات الخدمية والمرافق على الاشتراطات البيئية التي تنص عليها القوانين المصرية والمواثيق الدولية. جاء ذلك خلال استضافة المنطقة جلسة تشاور مجتمعي حول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير ميناء السخنة الذي يشمل 6 أحواض ويجرى ربطه بميناء الإسكندرية عن طريق شبكة خطوط سكك حديدية للقطار الكهربائي السريع. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار خلال الفترة من 17 حتى 23 من الشهر الجاري. وأوضحت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ 16 من أكتوبر 2022 نحو 2.74 مليون طن بإجمالي مبلغ 1.36 مليار دولار. أشاد وزير البترول طارق الملا بوجود الخبرات البترولية المصرية في العديد من المشروعات الإقليمية والعالمية. وخلال لقاء مع العاملين بإحدى الشركات التابعة للوزارة أكد الملا على أهمية الاستثمار في العقول كقاعدة للانطلاق نحو آفاق جديدة من الإبداع والابتكار في صناعة البترول والغاز في جميع مجالات صناعة الطاقة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات رغم قيام روسيا بوقف الصادرات إلى بولندا عبر خط أنابيب رئيسي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 49% مسجلة 82 دولارا و75 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 29% لتسجل 76 دولارا وسنتا للبرميل. في المقابل صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.42% لتصل إلى $2.08 للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.61% لتصل إلى $2.69 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مدعومة بقفزة في أسهم قطاع البيع بالتجزئة بعد تسجيل أسوأ أداء أسبوعي هذا العام بسبب المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 8%، كما ارتفع المؤشر الأوروبي لشركات البيع بالتجزئة بنسبة 1.5%. أغلق الماشي نيكاي الياباني منخفضا في ظل توقع المستثمرين استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية. وهبط المؤشر نيكاي بنسبة 0.1%، حيث كانت أسهم التكنولوجيا بين أكبر الخاسرين في ضوء حساسيتها لرفع أسعار الفائدة. في المقابل ارتفع المؤشر توباكس الأوسع نطاقا بنسبة 22%، كما ارتفع سهم صوني بنسبة 0.4%.
نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى ليلى وإلهام. شكرا لك محمد.